سار على ناجي واقتفى ثرى وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل إن شاء الله تعالى في أبواب هذا الكتاب القيم، وهو كتاب رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم للإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى. وكنا قد وقفنا عند الباب 19 من أبواب الكتاب، وهو باب في من سن سنة حسنة أو سيئة، وذكر المصنف رحمه الله آيتين وذكر حديثين، وبينا كلام أهل العلم في الآيتين ما تيسر من ذكر التفسير، وأن المراد بالسنة الحسنة تجديد السنة، تجديد السنة يعني ليس المراد إنشاء سنة جديدة، سنة جديدة لا، هذا من البدع، وإنما المراد أن هناك سنة لكن أنت تقوم بها فيتبعك الناس في ذلك. ولذلك قال المصنف، قال الله تعالى: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. الإمام ده اللي بيتقدم، يعني تكون قدام والناس يجوا وراك في الخير، ده المقصود السنة، لأنه السنة أصلا في اللغة الطريق، يعني أنت تسلك الطريق المستقيم والناس يقتدوا بك. يجي زول مسكين يشحد الناس والناس يترددوا يقولوا نديه ولا ما نديه، تقوم أنت قدام الناس تديه تحسين له وتشجع الناس، أول ما تحسن له الناس كلها يجوا شنو؟ ونزاته يجوا يصدقوا. الصدقة في الشريعة الإسلامية ما بدعة أصلا موجودة، لكن أنت أحييت السنة دي، أنت بديت السنة وبعد ذاك الناس اقتدوا، كما سيأتي البيان إن شاء الله تعالى. وذكر أيضا قول الله تعالى: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، يهدون يرشدون الناس، يرشدون الناس ويدلون الناس. أما السنة السيئة فهي واسعة، السنة السيئة واسعة وقد تنحصر في ثلاثة أمور: سنة سيئة شركية، أن تسن للناس سنة شركية، يعني تعلم الناس الشرك ويتعلقوا بغير الله وينادوا الأموات والحقونا وافزعونا، ودي الكتار سلافين دعاة بتاع شرك لافين في المساجد وفي غيره وكذا 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 إلى آخره، وقولوا نحن بننفع ونحن بنضر والحجبات بتنفع والحجبات بتضر وكذا وكذا وكذا، والنصوص أثبتت كذبهم والواقع أثبت كذبهم. هي زول الأيام دي يقول لك في حجبات وده حجاب بتاع طلق، يقول لك جربه هناك أنا بتفرج، تمشي هناك جرب كذا، خد جوا أن أشوفك حي ولا يعني الشغلة دي بتجيهك. فذا الموضوع دعاة بتاع شرك. وفي سنن سيئة، دي سنن المبتدعة، هسي في ناس في مساجد بعد خلاص يكونوا داري خلوا البدعة، في ناس بيجوا يحيوا البدع تاني، وجماعة تبرعات تبرعات عندنا مولد مولد، بعد الناس خلاص داري خلوا تاني بيجي ما تزول، بعد الناس داري يتفرقوا، كما في أثر جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه: كنا نعد الاجتماع بعد دفن الميت في بيتي وصنعة الطعام من النياحة. صحابة بشوفوا ده من كبائر الذنوب، كونه تعمل فراش وتجمع الناس بعد الوفاء وكذي في بيت الميت، ده الصحابة بعدوه بإجماع الصحابة، ده بعدوه من الكبائر من النياحة. والرسول عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم قال: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب، سربال من قطران ودرع من جرب، جرب فيه حكة، والقطران شديد الالتصاق بالجسد وشديد الاشتعال ونتن الرائحة، وده كله بيتعذبوا يوم القيامة بالكبائر دي مثل النياحة. أها الصحابة بعدوا ده من البدع ودي من النياحة، وقد جاء ذكر ذلك أيضا في الإبانة الصغرى لابن بطة رحمه الله تعالى، تلقاه شنو يجمع الناس ويجمع منهم وكذا إلى آخره. وفي فتاوى اللجنة الدائمة الجزء 17 قالوا: ولا يجوز التبرع لما يصنع عند وفاة الميت، لا يجوز التبرع، هذا من البدع المنكرة المخالفة للشريعة، ما بجوز تمشي تدفع في الكشف،
دي دي ده ده حرام. لكن الميت ده مات، خلى أطفال يتامى، بعض الناس يتوزعوا، عملوا بدعتهم دي تنصحتهم ونبوه ويتفرقوا، بعد ذاك بيجوز لك تجي تكرم اليتامى دين، ما في مشكلة، تجيب لهم سكر، تجيب لهم شوال دقيق، تجيب لهم تديهم قروش، ده في أجر. لكن الناس مجمعين قاعدين، وجيب الشاي وجيب القهوة وأنا بشربها من غير جنزبيل، وأنا بجنزبيل، كلها بدعة، بجنزبيل وبغير جنزبيل، كله بدعة. فزول يا جماعة يخاف الله سبحانه وتعالى ويبعد من السنن السيئة. ثالثا السنة السيئة المعاصي، السنة السيئة المعاصي. زول يعمل حفلة الناس يتابعوه، أي زول يجي الحفلة دي كان ولد ولا بيت، كان كبير ولا صغير، أنت عندك ذنب، أنك أنت استنيت اليوم وأنت اللي عملت اليوم، وهكذا. ذكر الأحاديث، ذكر حديثين، الأول طويل والثاني قصير. قال في الأول أو ذكر الأول: وعن أبي عمرو جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا في صدر النهار عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقت زيدك في صدر النهار عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءه قوم عراة، فجاءه قوم عراة مجتابي النمار، مجتابي النمار، نازل فقراء. لما انت تشوفون عرايا عرايا من الفقر ولابسين، مجتابي النمار يعني يلبسون النمار، والنمار جمع نمرة، وهي كساء كما سيأتي بيان ذلك في كلام النووي رحمه الله تعالى إن شاء الله تعالى. قال: كنا في صدر النهار عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءه قوم عراة مجتابي النمار أو العباء، العباء يعني جمع العباية المعروفة. قال: متقلدي السيوف، مع فقرهم يتقلدون السيوف، يعني شايلين السيوف، مع أنهم فقراء لكن برضو دارعين السيوف في تاعتهم، وديل جاهزين للقتال والجهاد في سبيل الله وكذا، والجهاد الشرعي الذي يأذن به أو يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم. قال: عامتهم من مضر، يعني الأكثرية، عامتهم من مضر، بل كلهم من مضر، بل كلهم من مضر. فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى بهم من الفاقة أي الفقر، تمعر، تغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان عنده رحمة بالأمة. لما نشوف زول تعبان الرسول صلى الله عليه وسلم بيتأثر، شكي قال لك: تمعر وجه النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى بهم من الفاقة الفقر، فدخل ثم خرج، دخل إلى حجرة من حجرات زوجاته أو إلى بيوت زوجاته، ثم خرج على الناس فأمر بلالا فأذن وأقام، أذن بالأذان المعروف وأعلن للصلاة وأقام الصلاة، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم خطب، يعني خاطب الناس، فقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، إلى آخر الآية، آخر الآية: إن الله كان عليكم رقيبا. والآية الأخرى التي في سورة في آخر الحشر: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، لغد يعني ليوم القيامة، للموت وما بعد الموت. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: تصدق رجل من ديناره، من درهمه، من ثوبه، من صاع بره، من صاع تمره، حتى قال: ولو بشق تمرة. تصدق يعني فليتصدق، يعني يأمر ويحفز الصحابة أو يدعوهم. تصدق رجل من ديناره، الدينار ده بتاع الذهب، من درهمه، الدرهم ده بتاع الفضة، والدينار بيساوي 12 درهم أو درهم، من ثوبه، لو زول ما عنده دنانير ودراهم، دراهم ولا يمشي يجيب من الهدوم،
من ثوبه، من صاع بره، من صاع تمره، من صاع بره، يجيب البر، يجيب القمح، يجيب الدقيق، يجيب التمر. الصاع أربع أمداد، وده المد كده أربع أمداد، ده الصاع. قال الراوي وهو جرير رضي الله عنه: فجاء رجل من الأنصار، دي مناسبة الحديث، فجاء رجل من الأنصار، أو في هذا قيل الحديث، بصرة كادت كفه تعجز عنها، بل قد عجزت. شايل له صرة زي القفة وزي القربة وملانة قروش من الذهب والفضة. قال زول لما جاي داخل من هناك أو من طرف المسجد، سامع الكلام، لما جاي من الطرف يده دي كادت تعجز، شدة مال، شدة تقيل. لما نوصل قريب من الرسول صلى الله عليه وسلم يده عجزت، لما بقى يحك بالواطة شدة ما تقيل، ذهب وفضة. شو الناس دي، الناس آخرة كيف؟ وقد تصدق وبقي أجره، ومن أمسك المال ذهب من الدنيا ولم يجد شيئا. وديل ما في انزول بيمسك المال، صحابة ديل، يعني ما تقول لي قروش كثيرة كان يجيب شوية، لا، هو صدق ومات، كان خلاه في البيت، كان مات خلاه، ها مات وأجره يلقاه قدام. قال كادت كفه تعجز عنها بل قد عجزت. ثم تتابع الناس، أول ما زول تصدق بالصرة دي ملانة الذهب والفضة والقروش دي، طوال الناس يتابع، طوال يبقى أي زول يجي شنو يتصدق. ثم تتابع الناس حتى رأيت الصحابي جرير بن عبد الله رضي الله عنه يقول: حتى رأيت كومين، كومين من طعام وثياب. لما عملوا كوم بتاع دقيق وطعام وتمر وكوم بيجاي بتاع ثياب، حتى رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهلل كأنه مذهبة، كأنه ذهب يعني يضيء يستنير من جمال وجهه صلى الله عليه وسلم بسبب الفرح. والقروش دي الجماعة دي الرسول ما عنده فيها ولا شيء، لكن بيفرح للمسلمين، ودي صفة مفروض تتصف فيها، ما تبقى زول حاسد، في ناس حسد أكتر، حسد عجيب يا أخي، في ناس بينهبوا وبيسرقوا، حسد في السرقة، حسد ماشي مرقوا من الفريق سوا، حرامية اثنين، واحد بيسرق وباقي الدكان بيحرقوا عشان ده ما يسرق، يعني هو في السرقة ذاته حاسد، ده باقي لك لو حقه بدي زول ده يحاسب مرتين، سرقة والخراب كله. قال: حتى رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهلل كأنه مذهبة، في لفظ مدهنة يعني كأن به دهن، لكن علق النووي على هذا كما سيأتي البيان إن شاء الله تعالى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة، ده التعليق على الرجل ده إذا صح التعبير، من سن في الإسلام سنة حسنة. ولو فهمت الحديث ده تاني أهل البدع ما بغشوك، ما بغشوك في فهم الحديث. من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء. ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. رواه مسلم. وطبعا بيجيبوا الحديث ذا يقوم يقول لك: أها شوف، من سن في الإسلام سنة حسنة، وأنا ممكن أجيب لي حاجة سمحة في الدين أدخلها، هي لو كانت سمحة كان زمان الله شرعها للصحابة،
وما أقول أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، الله ما شرع عليهم، شرع علينا نحن؟ ما أقول أصله، والله بدري قال وتمت، تمت تاري أنت تزيد كيف، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. قال اليوم ما اللي ما 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 بكرة، اليوم زمان الكلام ده، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال الإمام مالك رحمه الله فما لم يكن يومئذ دينا فلن يكون اليوم دينا. ما بقى دين في زمن الصحابة تاني، ما في دين يعني، ما بيبقى دين الليلة، فدي بدع. يقوم تقول لي يا غلبي تعمل في دي بدعة، يقولك من سن في الإسلام سنة حسنة. عندك الرأي في الحديث ذا؟ ما عندنا رأي فيه، ده ما حديث في صحيح مسلم، لكن الحديث ذا هل جاب شيء جديد في الدين ولا مدح الزول اتطبق السنة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم الرجل ده جبره ولا الرسول في البداية نصح الصحابة قال لهم تصدق رجل من ديناره من درهمه من ثوبه من صاع بره من صاع تمره، أو شيء حفزهم في الصدقة. قام الرجل ده جشنه تصدق، معناه الصدقة في البداية هي مشروعة. انت لو دار تطبق الحديث ذا طبقوا في شيء مشروع من البداية، ما تطبقوا في شيء شنو تجيبوا جديد التبرك. بدع كثيرة في البلد دي، هسي ما الليلة الجمعة، اليوم ده الجمعة أول شيء بدوك كم بدعة، صليت الجمعة بجوك ناس ما في الجامعة، ده أنا ما لاقوني في الجامعة الحمد لله، لكن في محلات يقول لك جمعة مباركة، دي ما عمل الرسول صلى الله عليه وسلم. قلت الناس يقول لك يا زول جمعة مباركة كمان بدعتوها؟ لا ما هي ما في القرآن كله ما في تقول جمعة مباركة، ولا في السنة كلها تقول جمعة مباركة، دي حاجات انت تراعي فيها السنة، تشوف فيها السنة شنو تعملها. كالصلاة الناس صلوا واحدين طوالي بيدعوا جماعة، يجيب لك الآية فإذا فرغت فانصب وإلى ربك شنو فارغب، لا ده براك تدعو براك، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه في تفسير البغوي ده براك تدعو، بيجوز لك براك تدعو. أما جماعة دي ما في دليل عليه، ما قال فإذا فرغتم فانصبوا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، كلام كثير يعني بدع كثيرة بيجيبوها الناس وغيرها. واخترى البدع يا البدع الشركية والمفضية إلى الشرك. الله قال وليطوفوا بالبيت العتيق، ما في الأرض بيت بيطوفوا به إلا هناك في مكة، هنا هذه بطوف تلقى في بحراس طايف، بحراس تلقى طايف. معقول يا أخ الفات والحجاز الحق بحراز؟ ده ملحق زي ناس المدارس والجامعات، كان ما نجح بدهم لاحق، قال لك الفات بحراز، الفات والحجاز الحق بحراز. هم من هنا بيمشوا ديل الدراويش، ما قصديته بيمشوا من هنا ما عارفين الحج وين ذاته، وزول من هنا بقول الطائرة السودانية ليه نبينا قوم أقبيا، الطائرة السودانية ليه نبينا قوم أقبيا، أها من هنا بيقوم للنبي صلى الله عليه وسلم. والرسول في مكة ولا المدينة؟ في المدينة. والحج وين؟ الحج في مكة، ما فركم في المدينة ولا واجب من واجبات الحج في المدينة نهائي. يعني لو مشيت من هنا حجيت في مكة وجيت راجع ما مشيت المدينة ما أمشي، حجك صحيح 100% ما 99 100%، ما في جيب كتب الحج ما بتلقى فيه حج. في زيارة المسجد دل في موطأ الإمام مالك وفي غيره لا تشد الرحال إلا إلى، ما قال إلى ثلاثة أنبياء، لا إلا إلى ثلاثة مساجد، تمش بنية إنه تمشي المسجد، مشيت المسجد، المسجد ملاصق له باب، الباب ده بيجي في غرفة عائشة هناك في المدينة بعرفوه اسمه باب السلام، بتمشي غرفة عائشة بتجي بتلقى مكتوب رسول الله أبو بكر عمر، وبتسلم على النبي صلى الله عليه وسلم على أبي بكر على عمر، بتمشي بنية المسجد، ده الحديث كذا، ما بتمشي بنية زيارة القبر وكذا وكذا، لأنه الحديث قال كذا. بعد اتصل المسجد
بيجوز ليك تمشي زيارة للرسول صلى الله عليه وسلم، ما حرمنا الزيارة، ده كذب زايد. في دول بيحرم زيارة النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن هذه في المغابر ده ما حرمنا زيارتهم، تمشي لهم عاديين، المسلمين العاديين ديل. ألا كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور، كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها تذكركم شنو؟ الآخرة. ودي قبور المسلمين اللي بتذكر الآخرة، والقبور الناس كان مسلمين ولا جد بقبور كفار. أما القبور اللي بتلقى فيها قبب دي ما بتذكر الآخرة، دي أدوب بتذكر الدنيا، تلقى فيها قبب وفيها أنوار جوا وزخارف، تلقى لك بنات فتوات جوا. مقطع عندي وينو التلفون كبير، عندي مقطع وين عبد الكريم ده، بنات فتوات ما متزوجات جوا القبة جوا، ويطلبوا الزواج يا الشيخ عريس يا أبي تمشي تلمي، وده كان حي بيخليك مستهبلة. وهو عريس بيطلبوه في المغابر، هسي كان قال لك وافقنا، ها تعقدي على زول ميت ده بجيب لك شنو صابونة بجيب لك، أمشي حيين قاعدين تعال أنا بوريك لهم، قاعدين معلمين كبار، أنت مستقبل ولا شو؟ ذكى واحد كبر برا برا الجامع بشر شايفه مين هنا عينه ليه ورا. هذا موضوع طويل يا جماعة، ناس يعني كلام كثير. فالحديث ذا بيدل على السنن واتباع السنن وتجديد السنن وليس الزيادة في الدين. قوله قال النووي رحمه الله قول مجتابي النمار هو بالجيم وبعد الألف باء موحدة، والنمار جمع نمرة، وهي كساء من صوف مخطط، ومعنى مجتابيها لابسيها قد خرقوها في رؤوسهم، والجوب القطع، ومنه قوله تعالى وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وأيضا قول الله تعالى وليضربن بخمورهن على جيوبهن، الفتحة دي أي نحتوه وقطعوه في الآية. وقوله تمعر هو بالعين المهملة أي تغير. وقوله رأيت كومين بفتح الكاف وضمها كومين أو كومين أي صبرتين، يعني زي الجبال يعني. وقوله كأنها مذهبة هو بالذال المعجمة وفتح الهاء والباء الموحدة، قاله القاضي عياض وغيره. وصحفه بعضهم، صحفه يعني غيره، تصحيف يعني التغيير معروف عند المحدثين. وصحفه بعضهم فقال مدهنة، مدهنة بدال مهملة وضم الهاء وبالنون، وكذا ضبطه الحميدي، وبعضهم ينطقها بالضم الحميدي. والصحيح المشهور هو الأول، هذا الذي رجحه الإمام النووي، مذهبة من الذهب. والمراد به على الوجهين، سواء كان مذهبة أو مدهنة، المراد به على الوجهين الصفاء والاستنارة، يعني صفى وجه النبي صلى الله عليه وسلم واستنار. الحديث الأخير في الباب هو حديث صغير في الألفاظ أو قصير، عظيم في المعنى. عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس من نفس تقتل ظلما، ليس من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه كان أول من سن القتل. متفق عليه، رواه البخاري ومسلم واتفقا على صحته أو صحته. ليس من نفس تقتل ظلما، أي نفس تقتل ظلما في السودان، في مصر، في بلاد الحرمين، في اليمن، في سوريا، في أي بلد من بلدان الأرض، في أي زمن من الأزمنة بعد ابني آدم الأوائل، في أي زمن من الأزمنة من الوقت ذاك ليوم القيامة، أي ذول يقتلوه مظلوما يقتل مظلوما على ابن آدم الأول الظالم ذاك، كفل نصيب من هذه المظلمة أو من هذا الظلم. وإذا قال ليس من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه كان أول من سن القتل، لأنه البدا القتل. شوف الجريمة، لما أنت تبدأ لك شر، تاني أي زول تبعك في الشر ده
انت عندك نسخه من الذنب، عندك ذنب. شو الكلام ده خطير كيف شكا يا جماعه. الزول اتق الله سبحانه وتعالى في المعاصي ولا يكن داعيه الى الشر. دائما اي كلام دار تقوله تخاف الله فيه قبل تقول الكلام ده. اوزنه، ما توزنوا بشيل برد الناس وبغضب الناس، ولا توزنوا بشيل بضرك في الدنيا ولا بينفعك ولو على حساب الدين. لا، اوزنوا بالدين بس، بالشريعه. شوف الشيل بينجيك قدام قولوا بس. والكلام ده خطير. ما جيت كتبت لك منشور في الفيسبوك في الواتساب، اتسببت في جرائم، تسببت في قتل، اتسببت في معاصي، رغبت بنات في معصية في فواحش، هيجت الغرائز، اتسببت في شرك في شبه في طعن في الدين، انت عندك نصيب من اي زول اتبعك في الشر ده. او عندك بيت جبت فيه ديجيتال ده جبته خليته سايل لناس البيت، المفروض توزن الغنوات النافعة تخطها من عثيمين شنو ما بعرف كذي، الأخبار النافعة الصادقة تخطها كما في فتاوى اللجنة الدائمة قالوا غير كذي حرام، برامج نافعة بعد ذاك تاني أي شيء تمسحه طوالي. ولو شيلت فريد مرة من البيت أفضل، وفي وقت ليه تلفزيون تخليه تمشي انت السوق والبنات يحضرن وشباب يحضروا، دي سيئات لك وذنوب. تيجي شغلوا، تجي مرة كبيرة تشغل قناة القبة الخضراء، هذا اللي بيمسكوها في الشرك دغري كذي، ويجي الرادي والتلفزيون ساهور والكوثر اوك. شو البلاوي دي؟ شفت الغنوات والإذاعات دي غير ما نشرت الشر إلا ما رحم الله، إنها كذب وشر. يا أخ ديل ناس ديل سالون أول ما بدوا الإذاعة دي بتاعت الكوثر، أول ما بدوها قوامون بتاعت شرك ساهور والكوثر وديل. واحدة اتصلت يوم أربع بالظهر، يوم أربع اتصلت بالمذيعة ألو، قالت لا تفضلي، هذا برنامجكم مفيد، برنامجكم جميل وما فيه أي فائدة، في شرك مفيد أوك وشنو شنو. قالت لا أنا عندي حلمة حلمتها. قالت لا تفضلي قوليها، ديك طوالي بقت مفتي، تفضلي قوليها، وبقت تأول الأحلام. لا والله حلمتها بجبريل قاعد معاكم، وحلمت بالرسول صلى الله عليه وسلم جاكم، وحلمت بمنو؟ حلمت بالرسول صلى الله عليه وسلم جاكم، اوك اوك الى اخره. ديك قالت لها شكرا يا حكمه، بيجيبوا لها الاسم مكتوب. قالت لها شكرا يا حكمه، والله نحن من بدينا الاذاعه دي جبريل قاعد معانا في الاستوديو جوا، اقسم بالله العظيم ما زدت في الكلام. قالت لها جبريل قاعد معانا جوا في الاستوديو. تخيل جبريل قاعد محل الموسيقى تريم تريم يا سازين أزا مرب القوم، جبريل قاعد لطاهة أسا رجال ميمي، جبريل قاعد. أزول ده عنده جناح بشيل غرة كاملة، كان عمل لكم كذي بالسودان جد. فذا الموضوع ده طويل، فالناس تخت الأشياء دي وتخت الشر. أي شر في موبايلك أمسحه طوالي، غنى في شر في البيت شيله طوالي بر، لأنه في ناس مغلوب على أمره. لا لو بيته برا بيقول لك انا ما بجيب فيه اي حاجه، ديجيتال لا هناك كان الله رزقني قروش ولا حاجات. المره دي بكيفها، المره اصله دار عده، انت قال دار شنو المد جيب لها هاجت كورك كذي تجيب لها طوالي بس طقم بتاع هنا حلل تاني بتتحلى منك ان شاء الله شهرين ثلاثه، تاني جاطت جوطه صغيره جيب لها دسته بتاعت كبابي بتاعت شاي، تاني جاطت عليك برضو جيب لها هنا كم ملايه كده اديها لها، جيب لها الملايات طوالي بتنسى الشكل. تاني جاطت عليك وقت اي شيء جيبه، في النهايه غلبتك تب، سوي معاه مفاوضات يا مره. هدنا لمده اسبوع ان شاء الله، نحن ما دارين اي ازعاج، ما دارين ضرب بتاع حلل اصوات مزعجه، ما دا كذب، سوي معاه هدنه شوف موضوع. لكن تجيب لها غنبه جاي انت غبش شنبك متر وتعبان، وهي بتحضر في المسلسل التركية
ولد وجيه كيف، وتحضر في المسلسل المصرية ولد وجيه كيف، وانت تجي خاش عليها بعد شوية تقول لك بسم الله في شنو مالك مع شغل زي ده، خليك انت معلم اصله كان في شيء يجيب لك رادي عشان ما تشوف حاجة المرض، خليك وزان موضوع طويل. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا.